شايف ازاي لقاء الاهلي والاسماعيلي الجاي؟ ان شاء الله ربنا يسترها ان شاء الله. هيسترها ازاي؟ يعني يسترها من ناحيه ايه؟ احنا بنتمنى طبعا التوفيق للجميع، جمهور الاهلي جمهور عظيم، جمهور الاسماعيلي جمهور عظيم، اتنين فوق دماغنا من فوق. انت اهلاوي بقى قول اللي انت عايزه براحتك. ان شاء الله بامر الله، يعني اصل مش عايز عشان ما اطلعش مش متوقع. ان شاء الله هنغلبهم 2-0 ان شاء الله. 2-0 بس اسماعيلي فريق كبير برضه. ما انا عارف. سامبا سامبا مصر البرازيل. بس العبوا الاهلي. اسماعيلي فريق كبير على الدنيا. انا بيعجبني التفاؤل بتاعك. جدا بصراحه. لا ده انا قلت لمؤاخذه قبل كده قلت الاهلي هجيب 2-0 هي 2-0. طب قلت ايه قبل المصري؟ اللي فات. ده قال ده؟ لا ما قلتش خالص. ما توقعتش. لا. ما شبرت بقى. مش ما فيهاش توقعات دي. لا بس لو كنت توقعت كان ربنا سهل. هي معلش انا بتوقع بس. طب حلو ده كويس. طب الزمالك هنعمل ايه معاه؟ ربنا يسويها بقى. يسويها. رايك؟